تلاوات قرآنية، مدائح وأناشيد دينية، وعروض مسرحية بمختلف اللغات عربية وأمازيغية وفرنسية، هو برنامج احتفال مدرسة عيسى إدير في العاصمة بذكرى مولد أعظم خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد تأكيد وزيرة التربية على ضرورة وأهمية الاحتفال بهذا اليوم. وهذه المناسبة خصيصا بمولد النبوي الشريف راسلتنا سيد الوزيرة، وأكد على ذلك سيد مدير التربية الجزائر وسط على أن نقوم بهذا الاحتفال ونولي له اهتمام خاص، وهذا ما قمنا به. كما لاحظتم الأنشطة كانت سارية ومتنوعة، والحمد لله ألبسة تقليدية، أكلات تقليدية، هكذا يتعلم التلميذ وهو مواطن صغير ينشأ على هذه التقاليد والعادات الحسنة. الحفل لم يخلو من مشاركة الأقسام الخاصة للتريزوميا وأصحاب التأخر المدرسي الذين يشاركون بصفة عادية في جميع النشاطات التي تنظمها المدرسة. كل مؤسسات اليوم في احتفال، تلاميذ المؤسسات كلهم اليوم في احتفال، وجميعهم طبعا بعد مراسلات وزارة التربية وبعد مراسلات المديرية، الكل يحضر بطاقة فنية بخصوص احتفال اليوم. أقسام الخاصة مثلها مثل كل التلاميذ، يتمدرسون بصفة عادية ويشاركون في كل الأنشطة الثقافية التي تقوم بها المؤسسات. هذا الاحتفال هو نموذج الاحتفالات المؤسسات التربوية بذكرى المولد النبوي الشريف. الهدف من كل هذا نشر قيم الاعتدال والوسطية والقيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف من خلال استذكار سيرة النبي الكريم.